أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل من إحدى الدول يقول: أنا ولله الحمد تبت من معصية كبيرة، وسؤالي عن التوبة، هل التوبة من تكون من جميع الذنوب أم أنها خاصة بذنوب معينة، وما هي شروط التوبة؟ التوبة تكون من جميع الذنوب، ولكن إذا علمت ذنبا معينا تبت منه خاصة، إن الله يتقبل منك توبتك من هذا الذنب الذي نويت التوبة منه، تبقى عليك الذنوب الأخرى. أما إذا عممت التوبة وتبت إلى الله توبة صادقة من جميع الذنوب، إن الله يغفرها جميعا، كما قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم، يعني توبوا إليه وأسلموا له.